صباح الخير، صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه وطول العمر، وباش ما تمنيتو ان شاء الله صابحين نايضين. هاد ياك حنا حادقين لله. تضحكوا البنات. المهم صبحت البنات في التعاونيه على الصباح باش نشوف شي موديلات، لحقاش ما بقى والو للعيد ان شاء الله. وبزاف منكم، شوف بنتي بدا بشكيه فراسكم ندى ونور، الله يتبقى ما صايبت لي والو للعيد. تقول لي قالت لي ندى واو قاصر منا، خلاص قلت لها بناتي ان شاء الله ضروري، لان هذا العيد بحال فاق، حتى بناتي يجلسوا في الطبله ويفرحوا، ماشي بحال العيد تاع رمضان اللي داز والله الا لا بكاو بالدموع، لان ما صابوا لا فراش لا لا زعما صاله يجلسوا فيها مقاده لا والو، كان كلشي راكم عارفين الريسون مع المعلمين. هذا العيد تنجري جهد باش ان شاء الله تصاب الفراش ديال الصاله يوصل قبل العيد ان شاء الله. المهم البنات كاينين الجلال هذا غادي ندير نص منهم غير ان فيصل، وامتى دايرين مع الخياط اليوم يجيب النص الاخر البنات. المهم هادو راه ديال الخياط اللي غنحط لكم، ديال الخياط معلم ماشي داكشي السواقيه اللي كتعرفوا سميتو، داكشي علاش كنوري لكم هنايا الماكينه وباش كنخدموا في التعاونيه، فكتكون الخدمه متقونه ديال المعلم حريفي ماشي داكشي ديال الحصيره. الناس اللي عارفين في هاد الدومين راه غيكونوا عارفين، اجيبتو قطع في الحصيره وتيضربوا 2000 3000 في النهار، اللي حنايا تنخدموا بشويه بشويه، اللهم حاجه متقونه كتكون فيها واحد الربح قليل البركه، وغنطيحهم لكم بثمن السوق البنات، يكون ثمن اللي هو رخيص ديال ولاد الشعب دائما. هذه البدايه ان شاء الله، الله يجيب التيسير لينا ولكم ولجميع المسلمين. المهم غادي ندي هما راه كاينين اللوينات، غادي ندي حتى تيجي في العشيه، غادي نصور لكم فيديو ديال الجلال ونمشي دابا البنات نقضي حاجه على راسي، نمشي نسقى شي سقه اخر ياك لالا اختي، بغينا نمشي نشري شي حاجه في الفريش. يلا البنات اللهم امين. راه قلت الفوزيه من ورا العيد، قلت لها نجمعوا الدريات ان شاء الله شي نهار، انتي وعدتي مرحبا بكم. اختي خدامين معانا وضاربين تماره وتقبلوا لي على هبالي وضحوا بيا ونشوطيات، المهم تجمعوا شي نهار ان شاء الله البنات. نمشي دابا تشوفوني شنو غادي ناخذ. بنات مع كان الصوت ديال القران غيجيني عليه مخالفه. المهم الدكتور عثمان غادي يشرح لينا حساب بنت خالتي. هذا كاين فيك شي كتعرفي هذا ما عندناش، هادي تضطر نحيدو العقل هذا وكيصغارو وكيتركبو ثلاثه ايه نفس لو كان عندك هنا، هذا سوا عندك الزراعه عندنا بلون الاول، الحل الثاني هو كنديرو هاد الفيكس اللي كتعرفي سينو، حل ثالث هو مزيان ما كنعديوش السنه، كنبردو واحد شويه من الورق ديال هادو
كيبقاو عايشين حيين بحال ما مكيوسيش وكتلصق السنه كنت تشبه الاخرين يعني يوم عمو الدامة كت... لا تهلاي في الغصاج كن صورة مزيان ونتي الدور ديالك إذا درتي الدور ديالك راه كل شيء مزيان لا نقولوا علاش ما يمكنش يدار هنا ما كاينش حظ دونك عندك غير جوج اختيارات هما اللي مزيانين سواء الفيكس العادي سواء الفيكس اللي تسمى بعيد شكوية يعني كيلصق من الداخل بحال شي جناح ديالها كتلصق هنا من الداخل وكتلقى فهمتي هذا هو الحل اللي عندك اما داكشي ديال لاباري انت باقي تهضر عليها الناس هانتوما شوفوا الجديد عند دكتور عثمان الازهر فهذا راه راديو بانوراميك هنايا راه قليل في قيب صالح اولا في بني ملال اولا اللي تلقاو عنده تقريبا يمكن تلقاو على رؤوس الاصابع لان هذا فاش كتمشيو عند شي طبيب ولا كيخرجكم الكلينيك انكم ديروه دكتور عثمان الازهر راه عنده هذا كيدخل المريض لهنايا كياخذ لا فوتو كتخرج الجهه الاخرى انا نوريها لكم لازم كتخرج لا فوتو هنايا ديال السنينات هذا الشيء راه الجديد والحصري عند الدكتور عثمان الازهر كابيني دونتير سبيسياليزي اللي كاينه في حي الصفا اون فاس الكافي لا فلام بالنسبه لصحابات برا اللي غتجيو دابا في العطله مع شحال من وحده كتقول لي صباح راه ما عندناش الوقت ورينا فين نقدروا نصايبوا سنيناتنا فين نتقداو فين هادي المهم انا كنوري لكم تلقاوني ميغو التليفون في الفيديو هنا اللي شوفوا الجديد تعاوني براهيم حطت الماء خويا شكرا جيب لي على خوتها والله حفظك انا نوري لكم يا الاذاعه اختي ديري لنا لي سبوت عرفونا راه عندنا الضو ديري لنا لي سبوت شوفوا حنايا دابا البنات عرفتوا راه من الصباح حنا جري عليا نجري عليك شحال من حاجه قلنا لكم واه ولينا درنا دارت لنا هين واه واه بالتصاف اللي كان ديال نادا طرفي هذيك كانت صايبات لنا واحد المتتبعه مانية ما تفشلات راجل الله يعطيها صحيحتها ولا كانت مازال كتفرج في الفيديوهات ديالي الله يحفظها الله يخلي ليها وليداتها الله يشافيها ويعافيها واحد السيده من كازا عمرني ما ننسى خيرها لا هي ولا كاع جميع المتتبعات الكويس صايبات واحد النادى واحد النور هاد المهم هين دابا صايبات لنا قهيوه وهبطناها كانت بغات تصايب اتاي ما لقاتش النعناع هي تقول لي ايوا يا خالد كيف النعناع قلت لها الله ما فيا اللي نوض قسما بالله صافي ولات قلت لها راه كاين الحليب سيري صايبه قهوه لقيتي نسكافي بعدا انا لقيتها دابا جات صافي قلت لها راه نسكافي راني جايباه وها هو الحليب كاين اختي نشربوا قهيوه ونفرشوا في العرض انا دابا كنت وحق الله العظيم البنات الا معمرين عليا لا سميتو لا هند لا السيده الاخرى كرهتكم شكون بقيتو معايا انا نولي عطيفه نخرج نجيب لكم عمل تاكلوا صافي نتوما وبناتي والله تنجيبو العصري ما بقى بغا يجي عندنا حد كلشي اللي قلتي لي تيقول لك العيد هذا غنديباني اختي باش معطى الله المهم غنوري لكم البنات نشربوا قهيوه ونوري لكم الاتات الجديد راني كل مره كنخرج كنجيب حاجه كنجري البنات والله العظيم الا جد اصلا هند لا السيده اللي معايا تيقولوا لي باص ديك ناري تترجعي سخفانه قلت لي شفتو كيفاش كنضل نجري كنجري جيب لنا اختي شي عوايج قعافك وشي موس نديرو الفرماج ونديرو الخبز ونجلسو ناكلو يا اختي اجي خاصنا هين خاصنا عشي شي شجره وشي ساقيه راه قلت لك ديري زريده هنا قول لك كل زوين صافي ان شاء الله قولي بي زوينه البنات باغا شي ساقيه وشي شجره ونتكى الناس يا ربي سهل عليا ونكمل وبغيت نرتاح واحد 3 ايام ولا الناس المهم بعدا الغبرة في الدار حيدو شويه الحمد لله لا ولا حتى شي حاجه الحمد لله شوفوا هاي واحد الجلسه 5 قال لي يا سلام عرفتي هذه نديرو شي وسيدات جبتي واصلا انا نشربوا البنات
وميها كاينه بارده هي واحد الصنداله ديالي. شوف اختي الا كاين شي ميها بارده الله يحفظك. مشعكه البنات المهم الاسد الجديد دا راه فرحانه ديما بغاش تزقى. شوفوا ما بغاش تزقى ما بغاش تزقى. حل حل الكرتون مالي هندي يلا جفت غنجمع والله تجري عليك قولي الاثاث الجديده البنات ها انتم نهبط لكم باش تشوفوا. داكشي اللي تيكون جديد البنات تيكون واعر تيكون الريحه ديالو زوينه فاش تيكون غالي ماشي غالي غالي على قلبك على قلبك ماشي بحال الحاجه الاخرى اللي كتخدم تكون الدنيا هانيه تيكون جديد تنكونوا نحاولوا عليه. هانتوما تتقطع بسنان الكرسي ديال الورده وتجلس فيه الورده يلا شوف عندي جوج وريدات واحد لنادا واحد لنورهان ندور لكم تشوفوا ولا راكم شايفين هادو هما الكراسة خديتهم البنات باش نديروهم هنايا قدام التلفازة. هنا غادي يكون واحد التلفازة ماشي اللي كانت عندنا وانما تلفازة اخرى ان شاء الله. هذا خصني ندير ليه شي حاجة من تحت اما ندير سكوتش ولا باش ما يبقاش يتخرب تخرب 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 ديال اش هذيك ماش باش ما يبقاش يضغط غط غط وباش ما يديرش ليا سميتو باش ما يشرطش ليا الفايونس لان فيه تحت الكريسي هذا الكريسي راه مو فيه الجيلات في الدوغي وفيه التحت خاص ضروري شي حاجه باش ما يبقاش يبقاش يغصغص ليا في هذا الفايونس. المهم هنايا البنات هادو لان هنا بزاف ديال البنات اللي كانوا قالوا ليا صباح كون درتي شي فوتوي صغير ولا شي حاجه ما غايجيش البنات غادي يحبس ليا هنايا الدخله ديال هذا السيجور غادي تحبس. ففكرت اشنو غندير ما شنو غندير ندير جوج كريسيات بحال ما هكا غادي نديرو غادي نقادهم مزيان غادي تشوفوا معايا البنات انا غادي نبدا نفرجها انا غادي نبدا نفرجها نوران حيدا مونتي الموسيقى حيدي لا الاذان اذان يلا قطعي قطعي بنات هذا ليا وهذا اج لا لا أجل. انا نجلس لا لا عكس خلي نص انا نص هي هنا لا 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 جلستي في الكرسي تبعي على عرفك جلستي في الكرسي انا ما تشرطوش ليا الفايونس هلك ضحكت ماما زعما ما يشرطوش ليا على الفايونس هذاك هو النهار الكبير عندي كانت ما خطري ليا مع راسها كان في الصباح ها امك مخمره وغايبه الصباح امك غايبه الصباح وباك وباك المهم البنات ها هما دادا ونور هان فرحانين بالفراش الجديد يلا هلك يضحك عليا لا لا والله ما ضحكت عليك. المهم البنات ان شاء الله غدا غادي نشوف غنشوف اللي يركب ليا التلفازه وتشوفوا اشنو اللي غادي نفرش السيجور ان شاء الله الحله ديالو كيفاش غادي يكون. هند غادي تمشي غدا عندها شي شغل تقضيه وسميتو عاد ترجع باش نكملوا الشقه ونكملوا التفراش ديال الدار وتشوفوا السيجور اشنو غادي ندير فيه البنات.
غتشوفوا بزاف ديال الحوايج اللي غادي يعجبوك. والله العظيم البنات شكرا لكم على التعليقات ديالكم، وشكرا لكم لأنني كنلقى واحد الحب كبير كيخرج في دوك الكلمات الزوينين. بزاف ديال البنات منكم اللي كيتفرحوا انهم يشوفوا الفراش، فما كنخزن عليكم حتى شي حاجه. اون فوا كنشري شي حاجه ولا كتوصلني ولا كنقادها ولا المهم كندير شي حاجه بسيطه، كنحاول ما امكن انني نصورها سوغ بلاص ونوريها لكم، لانني عارفاكم انتما كتسناو متشوقين، ماشي باش زعما فين تشوفوا ولا شي حاجه، لا باش تفرحوا ليا باش تطمئنوا عليا. الله يحفظكم ليا العائله ديالي، والله يخليكم ليا الكويدات ديالي المتتبعات خواتاتي، العائله ديالي ديال اليوتيوب، الله يحفظكم ليا والله اللي خطاكم عليا. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، ونبداو نفرشوا في السيزور، تشوفوا شنو غندير، غنبدل صالون، غادي نبدل بزاف ديال الحوايج، المهم بارطمان تحتاني غادي نحاول انني نقادها ان شاء الله بداكشي اللي غادي يعجبكم واللي غيفرحكم معايا ويفرحنا دو نورال. والحمد لله، اللهم لك الحمد، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.